حفظ واحد الموروث ثقافي ابا عن جد، ومشى انضاطر، ولكن احنا درنا جمعيه ودرنا واحد المجهود كبير احنا ووزاره الثقافه حتى ردينا هذا احيدوس. الهدف من هذا احيدوس هو الحفاظ على الموروث الثقافي، وفيه ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو تربوي. وهذا احيدوس واحد خاص يبقى في الاصاله ديالو، لان حتى انضاطر ورضيناه بواحد الكثافه، والحمد لله بغينا نحافظوا عليه وبغينا الاجيال اللي جاوا باش يحافظوا عليه ثانيا. حيدوس في واحد الفرجه، في واحد الراحه، وفيه يعني بنادم كيكون طيرالو وكيكون سميتو حيت كيلعب حيدوس، يعني كينسى ذاك يعني سميتو، يعني كيرجع واحد الشكل اخر، يعني كيرتاح. هذا هو. وكاين عاوتاني يعني، وكنزيد من هو، كاين عاود حتى النساء حتى هما كندخلوهم في الحيدوس، وهذا الشيء راه كان عندنا من زمان، كان عندنا ماشي عاد دابا، كان عندنا من زمان، كان النساء كيلعبوا حتى هما معنا الحيدوس.